صباح الخير على كل مشاهدينا، واهلا بيكم في حلقه جديده في هذا الصباح. ان شاء الله هنكون معاكم انا واحمد على مدار ساعتين، هيكون معانا العديد من الفقرات والضيوف كمان اللي هيشرفونا النهارده في الاستوديو. قبل ما نتكلم عن اي تفاصيل في حلقتنا النهارده، اسمحوا لي ان انا اصبح على احمد. صباح الخير يا احمد. صباح الخير شيراء، صباح الخير لكل مشاهدينا. النهارده الحقيقه العالم كله بيترقب المناظره الحاسمه بين دونالد ترامب وكاميلا هاريس. الحقيقه مناظره مهمه جدا طبعا، وهي يعني في نظر خبراء ومحللين اللي هتحسم نتيجه السباق بينهم. يمكن فرق السن بينهم حوالي 20 سنه، فرق الشخصيه الكاركتر هو التصويت بينهم هي حازمه يعني. لا بس هما الاثنين هينتقدوا بعض جامد يعني، لان هما بالفعل هي دايما توجه له اتهامات ويوجه لها اتهامات. هما الاثنين يعني بيعاملوا بعض كده بطريقه بنديه. طبعا. لكن هو يمكن عنده خبرات في المناظرات اكتر يا شباب، عشان هو كان رئيس كمان لأمريكا قبلها حقيقي يعني. دي ممكن المناظرة السابعة لي. فأعتقد أنه هو يعني ممكن خبرته دي تساعده شوية. بس هما الاثنين فرق التصويت أعتقد قريب جدا، فرق يمكن 1%. بس عموما في النهاية الموضوع بيرجع برضو للولايات المتأرجحة وعوامل كتير قوي بتدخل في العملية الانتخابية. احنا عندنا الحقيقة النهاردة موضوعات طبعا كتير، منها تقديمة هذا الصباح اللي فيها متابعة لأخبار الإقليمية والدولية، وحوارات الحقيقة منها حوار إنساني جميل جدا، البعثة المصرية السعودية نجحت الحقيقة في عبور المانش. ده تحدي لأن هم من ذوي الهمم. هيكون معانا خالد عبد العزيز مدرب فريق ذوي الهمم، هنتكلم معاه عن ازاي قدروا يقوموا هذا التحدي ويعبروا المانش. كمان من فقراتنا النهارده والضيوف اللي هيشرفونا النهارده، هيكون معانا حوار عن ثكنات ومخازن اثريه تعود لعصر الدوله الحديثه. ده برضو اكتشاف جديد هنتكلم عنه ان شاء الله. ولقطاع الثقافه كمان نصيب من حواراتنا النهارده. وزاره الثقافه بتطلق النسخه الثانيه من ملتقى العاصمه لفنون الطفل في الاوبرا، وهتشرفنا في هذا الحوار الدكتوره حنان موسى وكيل وزاره الثقافه ورئيس الاداره المركزيه للدراسات بالهيئه العامه لقصور الثقافه. إن شاء الله. يمكن قبل ما نروح لفقرة الأروبكس، خلينا نتكلم عن حاجة متعلقة بقى بالرياضة والأروبكس، مهمة جدا وهي ممارسة الرياضة يوميا طبعا. بالظبط. واحنا طبعا ما بنعملش كده. في ناس ما عندهاش وقت تلعب رياضة، وفي ناس ما عندهاش مزاج، وفي ناس مكسلة، وفي ناس ما عندهاش مكان تلعب فيه. يعني في عوامل كتير حقيقة، بس المهم ان احنا ايا كانت هذه العوامل لازم نحاول القدر الإمكان إن شاء الله حتى يومين ثلاثة في الأسبوع هنواظب على الرياضة. حتى لو مشيت يعني مشي 10 دقايق ربع ساعة كل يوم، دي رياضة برضه. صحيح. مشينا حتى في الشارع، مش لازم الواحد يروح تراك أو مكان. بالظبط. المشي نفسه الحركة البدنية ده مهم قوي، إن هو الواحد إنك تركن بعيد وتمشي. بالظبط بالظبط. ودي الحقيقه عاده مهمه جدا بيمارسوها بره. وفي اعراض كتيره للناس اللي ما بتلعبش رياضه يعني، في يعني بيعيش كثيرون منا ايامهم وهم بيعانوا من الام الظهر وجفاف العينين وغير ذلك من المتاعب الصحيه بسبب كثره الوقت اللي بيقضوه كمان امام الشاشات. وبينصح الاطباء بممارسه الرياضه يوميا من اجل تحسين الحاله الصحيه والنفسيه وتقليل الضغوط في الحياه. المركز الطبي لجامعة كولومبيا الأمريكية أجرى دراسة لقوا فيها أنه كلما تحرك الناس أكثر شعروا بتحسن وتعب أقل وتركيز أفضل، وبالتالي لابد أن احنا نحاول دايما أن يبقى عندنا مقدار أمثل من الرياضة في اليوم. إن شاء الله حتى المشي لمدة 5 دقائق كل ساعة أو ساعتين في مكان العمل أو حتى في المنزل. وكثير من الأشخاص الحقيقة لقوا أنه من المفيد ضبط مؤقت أو تايمر لتذكيرهم بممارسة الرياضة. واستمع آخرون إلى إشارات أجسامهم مثل الشعور بالتيبس وعدم الراحة التوتر، وتحركوا بناء على ذلك. بيساعد تسجيل عدد التمارين اللي بتقوم بيها على ملاحظة تطور أدائك، وبيشجعك على معرفة العقبات التي تعطلك. ولكن ذكر نفسك أنه إذا فاتتك بعض التمارين فلا بأس، فبعض الحركة أفضل دائما من لا شيء. أكيد بعد ما حمسناكم عن فوائد الرياضة لازم نطلع بقى الفقرة الرياضية نبدأ بيها يومنا، فقرة الأروبكس. وبعدها إن شاء الله هتكون معاكم شيراز في متابعة لأخبار كتير، ويمكن كمان من ضمنها حاجات صحية مش بس سياسية كمان.
يا صباح الخير عليكم أعزائي المشاهدين. النهاردة هكلمكم عن إصابة بيسموها اللص الخفي اللي مش بنشوفه، إصابة خشونة الركبة. خشونة الركبة إصابة ما بتجيش مباشرة، ولكن بتيجي على فترات. بيحصل تآكل في الغضاريف اللي بتغطي العظام المكونة لمفصل الركبة، بيكون نتيجتها آلام شديدة، بيكون نتيجتها التهابات، بيكون نتيجتها إعاقة في الحركة بشكل معين على مستوى العام. وبالتالي النهاردة هنبدأ نديكم بعض التمرينات اللي هتساعدكم بشكل كويس إن احنا نقوي العضلات اللي حوالين المفصل، وهتناسب كل الفئات سواء الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة، هتناسب الأعمار المختلفة، هتناسب الأوزان المختلفة. تعالوا نشوف بعض الفاصل أول تمرين. ورجعنا لكم بعد الفاصل. صباح الخير يا كابتن أحمد. معانا كابتن أحمد هننفذ عليه النموذج بتاع التمرينات. هنشوف أول تمرين معانا هنستخدم فيه الفوطة. نجيب تاول أو فوطة من البيت بنلفها بالشكل اللي احنا شايفينه ده، نحطها تحت الركبة ونبدأ نضغط على الركبة، نضغط بالركبة على الفوطة ونثبت فوق. هنعد من 7 ل 10 ثواني ببطء ونثبت عشان نبتدي نعمل انقباض ثابت للعضلة الأمامية عشان نساعد ان هي تنمو. طبعا هو في البدايات بيبقى فيه الام شديده، فده تمرين سهل وبسيط جدا بنستخدمه في المرحله الاولى. طبعا بنكرر الرجل الثانيه بنفس التكنيك والاداء. هنشوف مع بعض التمرين الثاني دلوقتي. هنثبت التاول او الفوطه بالشكل ده وننام ونضغط على الفوطه جامد، نمسك الفوطه كويس، نبتدي نشغل على العضلات الداخليه لمفصل الفخذ عشان نساعد ان هي تقوى بشكل عام، ونشتغل على مجموعات عضليه مختلفه سواء الكوادريسبس او العضلات الداخليه لمفصل الفخذ عشان نساعدها ان هي تقوى وتقلل الضغط على مفصل الركبه. تالت تمرين معانا، هنشيل التاول خالص ومن الوضع ده برده، ونبتدي نشتغل على عضلات السمانه. نرفع من الوضع ده، بنعمل من 10 ل 15 تكرار اربع مجموعات. نشتغل على العضلات الاماميه للقصبه العكس، هنبتدي نرفع المشط لفوق بالشكل اللي احنا شايفينه ده وننزل من 10 ل 15 تكرار. التمرينات السهله والبسيطه دي في المرحله الاولى هتساعدنا ان احنا نزود القوه العضليه سواء للعضلات الاماميه للفخذ وبالتالي برضو العضلات المحيطه بالسمانه والساق، وده هيساعدنا بشكل كويس جدا ان احنا نقلل الضغط على مفصل الركبه. في حلقات ثانيه هنبتدي نتكلم عن المرحله الثانيه، المرحله الاصعب، ان احنا نعمل تمرينات حركه وتمرينات بالمقاومه. خلصت حلقتنا النهاردة، أشوفكم في حلقة تانية مع تمارين مختلفة للخشونة ومستوى أصعب وبدقة أعلى. عدنا مرة أخرى مشاهدينا في إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات جامعة المنصورة الحافل. حققت الجامعة بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية فوزا جديدا على المستوى العالمي بحصولها على واحدة من أهم الجوائز العالمية في مجال محو الأمية، وهو جائزة كونفوشيوس لمحو الأمية وتعليم الكبار لعام 2024. وأعلن رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر فوز مشروع الجامعة لمحو الأمية بعنوان تحقيق الاستدامة وجودة الحياة في الريف المصري بجائزة كونفوشيوس لمنظمة اليونسكو لمحو الأمية عقب محو أمية 143 ألف مواطن من خلال عقد أكثر من 61 ألف فصل تعليمي بمختلف القرى، موضحا أن الجائزة تمنحها منظمة اليونسكو بالتعاون مع جمهورية الصين الشعبية بهدف تكريم المبادرات المتميزة في مجال محو أمية الكبار خاصة في المناطق الريفية، والذي يؤكد حجم جهود الجامعة المبذولة في مجال محو الأمية للكبار وأيضا ريادتها في هذا المجال على المستوى الإقليمي والدولي. وبينضم إلينا هاتفيا دكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. كلمنا عن هذه المبادرة طبعا لمحو الأمية. هو طبعا دي مبادرة رئاسية لمحو الأمية، وأن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق مبادرة جمهورية جديدة بلا أمية
ومن هذا المنطلق جامعة المنصورة وضعت خطة استراتيجية للوصول لمستهدف كل 6 أشهر يكون لديها خطة للحصول على أعلى مستوى من محو أمية تعليم من محو أمية الكبار. والحقيقة تم محو أمية 143 ألف مواطن محافظة الدهلية، وتم استخدام أو تفعيل 61 ألف فصل تعليمي بمراكز وقرى الدهلية التي تقع حوالي 17 قرية في محافظة الدهلية، وتم إلزام جميع طلاب الكليات التربوية زي التربية والآداب والطفولة المبكرة والتربية الرياضية بأن كل طالب يمحو 4 مواطنين محو أمية خلال 4 سنوات. والحقيقة تقدمنا منذ عدة أشهر بملف عن تحقيق الاستدامة وجودة الحياة في الريف المصري، وقدمنا كل المستندات، وكان ده بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار ولمنظمة اليونسكو، والحمد لله تم إعلان فوز الجامعة بالأمس بهذه الجائزة العالمية. نعم، يعني ازاي حضرتك شفت كمان يعني اقبال، يعني هل كان في اقبال كبير من كبار السن مثلا، ولا كان الاقبال اكتر من الصغار؟ ازاي شفت الاقبال كان عامل ازاي؟ الحقيقه احنا لدينا فرق طبيه بتخرج لمحافظه دهلية تم تشكيلها على اعلى مستوى، وتم تكثيفها في اخر عامين، بلغ عددها 80 قافله طبيه وتوعويه وثقافيه، لأن تم استخدام القوافل من خلال نشر ندوات لحس كبار السن على التعليم. والحقيقة كان في تعاون بيننا وبين وزارة الشباب والرياضة وحياة كريمة ومؤسسة حياة كريمة، مما أدى إلى الحمد لله للدخول على هذا، يعني على الوصول لهذا المستوى من التميز. يعني كان في إقبال كبير من في ناس كتير جداً مهتمة يعني. لا جدا جدا في اهتمام غير عادي، وان شاء الله خلال فتره وجيزه يكون لدينا احتياط اكبر من ذلك ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور شريف خاطر رئيس جامعه المنصوره، شكرا لحضرتك. يتواجه دونالد ترامب وكامالا هاريس للمرة الأولى أمام ملايين الأمريكيين مساء اليوم في مناظرة تلفزيونية قد تكون الوحيدة قبل الانتخابات الرئاسية، والتي ربما يحسم أداء كل منهما فيها مصيره في السباق إلى البيت الأبيض. ويستعد كلا المرشحين للمناظرة بطريقتين مختلفتين للغاية، في حين تتدرب هاريس بشكل جيد على مواجهة ترامب مع تمثيل أحد مساعيها لدور الرئيس السابق، فإن ترامب لا يؤمن باستراتيجية الاستعداد للمناظرة، ويرى أن شيئا ما يمكن دائما أن يقلب الخطط رأسا على عقب. وكانت مناظرة ترامب أمام الرئيس جو بايدن في يونيو الماضي قد قلبت السباق الرئاسي رأسا على عقب بسبب أداء بايدن الضعيف فيها، والذي أدى في النهاية إلى تنحيه عن الترشح وتأييده لهاريس. وحملت هاريس وترامب تدرك جيدا أن المواجهة الأولى بينهما يمكن أن تكون حدثا حاسما في السباق المتقارب. ينضم إلينا هاتفيا دكتور محمد اليمني الباحث في العلاقات الدولية. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم. أهلا بحضرتك. طبعا يعني المناظرة اليوم يعني عدد كبير جدا الناس كلها يمكن منتظرها عشان يشوف يعني إزاي هتصير بعد كده الانتخابات الأمريكية. ما هي توقعات حضرتك للمناظرة اليوم؟ خلينا نتحدث بأنها سوف تكون مناظرة قوية للغاية. يعني هاريس أمام دونالد ترامب، دونالد ترامب لديه خبرة كبيرة جدا في السباق الرئاسي، وكان يوجد ولاية للولايات المتحدة الأمريكية، وشهدنا أيضا المناظرة التي تم عقدها بين جو بايدن وبين دونالد ترامب، وكيف كان يتحدث دونالد ترامب، وكيف كان يستعطف أيضا الشعب الأمريكي، وكيف كان يتكلم ويتحدث عن قضايا داخلية وقضايا أيضا خارجية وقضايا أيضا حساسة تمس وتهم كل مواطن أمريكي في هذا التوقيت. هذه أيضا نقطة. النقطة الأخرى، يعني يوجد بعض الأنباء وبعض أيضا الروايات وبعض التحليلات الأمريكية في واشنطن تقول بأن الدولة العميقة، يعني بعيدا سوف نرجع إلى هذه المناظرة، ولكن تقول بأنها تريد هاريس للرئاسة الأمريكية وليس دونالد ترامب. هذه أيضا من جهة. من جهة أخرى بعض القضايا، يعني هو أيضا حتى دونالد ترامب سوف يستخدم هذه أيضا هذه القضايا التي كانت مقدمة ضد
دونالد ترامب في السابق أيضا في هذه المناظرة. أيضا دونالد ترامب سوف يتحدث عن بعض الأمور الاقتصادية، التفاقم، تفاقم الديون، أيضا الركود والتضخم، وما تشهده الولايات المتحدة الأمريكية من تطورات سياسية في الداخل الأمريكي. ولكن ماذا ينتظر الشعب الأمريكي من الرئيس القادم؟ ينتظر الكثير. يعني كان يوجد بعض الإحصائيات على عهد رئيس دونالد ترامب في السابق بأنه كان يوجد أيضا فرص عمل، كان يوجد أيضا ارتفاع إلى حد ما في الرواتب، كان يوجد أيضا انخفاض للأسعار في الداخل الأمريكي، وما زال هذه الأمور متواجدة. ولكن كان على عهد الرئيس دونالد ترامب كانت أمور كثيرة جدا تخص أيضا المواطن الأمريكي، لأن المواطن الأمريكي عندما يذهب إلى صناديق الاقتراع لا ينظر كثيرا إلى القضايا الخارجية، الحرب الروسية الأوكرانية، مساعدة أيضا الدعم اللامتناهي إلى الاحتلال الإسرائيلي. كل هذه الأمور نعم هي محد يعني محطة انتظار لدى المواطن، ولكن يهمه أيضا الأمور الداخلية. هذه أيضا نقطة. النقطة الأخرى، هو يريد في الأول والآخر مصلحته في النهاية. هذه أيضا جزئية. الجزئية التي أيضا أتوقعها بأن على واقع الشخصية والشؤون الداخلية، لا سيما أيضا الاقتصادية والولاء لإسرائيل، الصين تراقب. ولكن حضراني الآن نقطة مهمة جدا، بأن دونالد ترامب في الآونة الأخيرة كان يعني يلعب على بعض الأوراق المهمة، ألا وهي الاقتصاد، ألا وهي الدعم بمليارات الدولارات إلى أوكرانيا، إلى تايوان، إلى إسرائيل، وأن أموال الشعب الأمريكي مهدرة ولابد أن هذه الأموال يتم وقفها، وأن الأولى أن الشعب الأمريكي يستفيد من هذه الأموال. ولكن كما نعلم هذا حقيقي فعلا، كل هذه الأمور أمور ترويجية، لأن دونالد ترامب إن جاء إلى الإدارة الأمريكية في نوفمبر المقبل بعد الانتخابات، أنا أرى بأن هذا الدعم سوف يرتفع، لأن الأمور الآن هو تحدث بأن سوف يحل الأزمة الحرب الروسية الأوكرانية والحرب على قطاع غزة. دكتور محمد اليمني الباحث في العلاقات الدولية، شكرا لحضرتك. يحتفل اليوم العالم باليوم العالمي لمنع الانتحار تحت شعار خلق العمل من خلال العمل. والانتحار مشكلة كبرى من مشكلات الصحة العامة التي لها عواقب اجتماعية واقتصادية وخيمة. ويأتي الانتحار في المركز الرابع بين أسباب الوفاة في صفوف الشباب الذي تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما. وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من 700 ألف شخص حول العالم يموتون كل عام بسبب الانتحار. وعلاوة على ذلك، فإن كل حالة انتحار يقابلها عدد أكبر كثيرا من الأشخاص الذين يحاولون الانتحار. ومع الارتفاع المؤلم لظاهرة الانتحار، كان لزاما على العالم أجمع أن يقف في وجه هذه الظاهرة والحد منها، وبيان أهمية وقدسية الحياة، وأن هناك الكثير لنعيش من أجله. ويتيح اليوم العالمي لمنع الانتحار الفرصة الكبيرة للاطلاع على أسباب وعلامات هذه المشكلة النفسية والعقلية، ومحاولة إنقاذ أكبر قدر ممكن من حياة الناس. والغرض من هذا اليوم هو إذكاء الوعي بإمكانية منع الانتحار. بتنضم إلينا هاتفيا دكتورة منى شوقي استشاري علم النفس. صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح الخير. يعني في المقدمة أو في الخبر اللي أنا كنت بقراه دلوقتي، إحنا طبعا بنتكلم عن اليوم العالمي لمنع الانتحار، ولكن يعني واضح أن في عدد كبير من المنتحرين حول العالم خاصة بين الشباب، وغريبة أن الأعمار صغيرة جدا، في منهم مراهقين إلى سن العشرينات. يعني المفروض أن الواحد في السن ده ما بيكونش لسه شاف مشاكل كتير، أو ما عندوش أصلا ضغوط، يعني أو عنده مثلا أسرة بيتحمل مثلا مصاريفها، او مش عارف يصرف مثلا منين، هو في الاخر عايش مع اهله هم اللي بيساعدوه بيصرفوا عليه، يعني ما عندوش مشاكل كبيره قوي. ايه اللي بيخلي الناس الصغيره قوي في السن كده تفكر حتى في الانتحار؟ طيب، هو الانتحار ليه كبيره، بس هو المشكله بيبقى معظم الحالات اللي بتحاول تنتحر او بتنفذ الانتحار بيكون عندها مشكله كيمياء للمخ حقيقي، يعني بيكون عندهم مشكله في الاكتئاب، واحنا ما بنبقاش شايفين الاكتئاب ده. بيبقى عندهم أعراض معينة، بيبقى عندهم بيبقى مرض عضوي، يعني هو السبب اللي بيعمل لهم الاكتئاب؟
كتير منه بيبقى هنقول عضوي الاكتئاب. اللي حضرتك بتقولي الكيمياء اللي في المخ، يعني واضح انها حاجه هو مش مسؤول عنها، يعني هو مش مسؤول عنها بالظبط. وفي حاجات ثانيه نتيجه للسلوكيات الغلط، وفي حاجات ثالثه نتيجه لحاجات طرقت على المجتمعات زي بعض الافكار اللي كانت بيدرسوها الشباب عن طريق الانترنت، ان هو يحاول يدخل درجه من درجات الموت، وان هو فاكر ان هو هيقدر ان هو ينقذ ويعود ثاني. وبعض الالعاب الجديده اللي ظهرت على الانترنت والشباب مارسوها زي الحوت الازرق والحاجات اللي كانت بتتعمل بشكل كده. وعلى فكره دي ما عدناش بنسمع عنها، بس هي تطورت وكثرت مش اختفت. يعني ناس بيعتقدوا انها مش بنسمع عنها نتيجه لان هي ما بقتش موجوده، لا بقى في منها فيرجنز احدث يعني. فدي برضو من الحاجات اللي بتسبب الانتحار. وساعات كتير قوي بيكون بعض الشباب عندهم نوع من انواع الفراغ، يعني بيكون قله ان هو عنده مسؤوليات وقله الشغل وقله ان هو مش قادر انه يكون عنده حاجه يبقى فيها هدف في الحياه. اللي عنده هدف ما بينتحرش، اللي عنده هدف واللي عنده حاجه عايشة صح عمره ما بيدور على ان هو ينهي حياته. لكن قرار ان شخص ينهي حياته ده قرار مش سهل خالص. والمشكله ان هو بقى في بعض يعني المجتمعات وبعض الفئات العمريه درجه من درجات الجينز يعني احوالي. عشان كده بقينا نسمع عن محاولات انتحار و في اعمار صغيره. ايوه اعمار صغيره اللي هم ما عندهمش المسؤوليه. نعم. كان داخل جيم يلعب بالضبط. دكتورة منى شوقي استشاري علم النفس، شكرا لحضرتك جدا. بكده مشاهدينا انتهت فقرتنا الأولى، ولكن فقرتنا ما زالت مستمرة، ابقوا معنا.